السابعة مساء في القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم عبر شاشة إكسترا نيوز، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، ومتمنيا له التوفيق وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار. هذا وأشاد الرئيس السيسي في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تقدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة تطرق مدبولي إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشاد بالنتائج المهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، كما أشار إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلا عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. هذا واعتبر مدبولي تعديل وكالة ستاندرد أند بورز العالمية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، تعد مؤشرا إيجابيا جديدا يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، ومؤكدا أن الأمور فيما يخص هذا الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة وأننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز نحو 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأهالي بمركز طنطا بمحافظة الغربية. ويواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، كما أكد متحدث باسم الحوثيين أنه تم استهداف منطقة إيلات في إسرائيل بعدد من الصواريخ المجنحة. رياضيا، وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لبطولة عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا. ووصل الثلاثي أحمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر والمقام بالقاهرة استعدادا للبطولة. ستقام مواجهة مصر أمام نيوزيلندا باستاد مصر بالعاصمة الإدارية، وتعتبر هذه المباراة هي المباراة الرسمية الأولى على ذلك الملعب منذ افتتاحه.
يخوض منتخب تونس لكرة القدم ميرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي لاستاد العاصمة استعدادا لمباراة كرواتيا والمقرر لها الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر. فضل الجهاز الفني للمنتخب التونسي عدم خوض أي تدريبات بالأمس تجنبا للإرهاق البدني الذي قد يتعرض له اللاعبون بسبب رحلة السفر. ختام موجز السابعة، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر الآن على الشاشة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.